سلطان الأمير. أنا دوره. سلطان الأمير. كل من دوره. سلطان الأمير حذر عند العم دوره. قاعد نادي سلطان الأمير يلا عشان لوكيشن. سلطان الأمير. طيب وين رايح؟ تعال أبو هذال. نبي ندشن هذا دقيقة. خلاص سلطان. سلطان عنزي خلص الكافي حقه. خلاص طيب خلاص تعال دشن. دقيقة أبو هذال بما إني وصلت تعال بالله. العمدة. والله تعب يكتب يا عبد. بجيب بجيب نرجع له بنرجع. أنا طالبك طلبة. والله أنا أطلبك أنا طلبة. يا عمر بنرجع بنرجع يا عمر. يا ولد الرجال خلاص تدشين. أطلبك طلبة تكفى تعال. طيب أنت إيش تقول أسوي تدشين؟ على خشمي ولا جيها الحين. والله لا جي. العمدة اليوم وراه تدشينات كثيرة يا عمر. طيب ليه ما تدشنون في المسرح هذا؟ قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نبي نجلس هنا الآن وناخذ لنا كلام بسيط ونرجع سلطان. تفضل كلام بطل. بسيط عندك قرارات شيء هذا اوكيشن جديد يا شباب اوكيشن لوكيشن. لا ما بهذا هو بيكون هناك هو بدشن هو اللوكيشن اللي قاله لي امس والله نعم هذا لوكيشن جديد لسلطان الامير متجدد هو كان قبل بس متجدد هو العمده اللي قبل الله يطول بعمره ما قصر افتتح هذا اللوكيشن وهذا الركن وحط ايضا اضاف سلطان الامير اللوكيشن ذا والان تم افتتاحه طبعا تقدر من جديد اي وقت تجلس تسولف هو صح شوف هو تاخذ راحتك ويكون عصريه جميله هنا صراحه تكون عصريه جميله ايضا موجوده متسابقين لان اسهل طريقه تبحث عن شخص الله يا سلام طبعا اعمال شكرا سلطان يا احمد اعمال هذه من اعمال سلطان طبعا يعني انتم شايفينها ركن سلطان الامير يا سلام اعماله جباره جدا عندك هذه يا عمده تفضل هذا الحروف هو هذه الله المصمك هذا المصمك لا هذه بوابه هذه اعمال توه يبتديها الظاهر توه ايه في فيها توه حاجات توه ما تو بادي ما خلصها هو قال انه بيصنع ايضا شوف هذه توه الان الله خلصها في عمل هنا طايح يا عيال ايه الله الله جميل. هذا العمل اللي فاز فيه وليد اذكر ما شاء الله مسابقه سلطان الامير بالله اي والله بس الظاهر ضيعه بس شكله بيعطيه بعد ما انت البرنامج عشان يستفيد منه بالركن ما شاء الله تبارك الرحمن اعمال جميله وركن جميل تمنيت ان سلطان الامير يكون موجود معنا موجود موجود الحين وين هذا الدايخ كيف تفتتح محل بدون رأيه افتتح لوكيشن حقوم هذا العمده صلاحيات لم تحصل ولم تحدث يا اخي والله انك عادي افتتح سلطان افتتح يلا هذا اعتمدوه يا عيال حاضر يعلم غايب حاضر يعلم ايش الغايب يلا يا ابوي 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 يلا لوكيشن يا ابوي شغل شغل احنا ما جينا هنا ما اخذنا العبوديه نرقد نفتتح لوكيشنات نفتتح الحين عمده اليوم ابغاك تدشن ابغاك تدشن غماستي بعد في عموديتك ابشر تستاهل طول الله عمرك عندك شيء عندك شيء تبي تدشنه نظاره شيء يقول بيدشن بعثات المغرب ان شاء الله دشنا وانت هنا والله انا انصحك انك اخذ المسرح هذا دشن فيه اي شيء يبيه محمد السالم يشوف انه مبدع لك ساعة يوميا يمرك العمدة ومعاوني يومين بإذن الله عندي مسرحية بمشاركة الرجال والرجال والرجال تم تمام وفق الله اجهدوا يا شباب يا زين يلا وفق الله ترى مرتب مرة ما خطط صح والعب صح نعم. واسرع من نفسك صح هنا هنا في ذا المكان ترى تم هم ترى نحن معك خلاص انتهى والله معنا وسينصرنا الله اهلا وسهلا يا عمر يلا يا ابوي يلا يا ابوي يلا يا ابوي يلا يا ابوي يا ولد جالسين نفتتح لوكيشنات وانتم راقدين يا اخي يلا تعال افتتحوا معنا يا اخوي السلام عليكم يا عمده يلا انا استحقت اذا بتضيفها كثر ما تفكر في الانستغرام فكر في التيك توك يا سهل جدا طب خلي اليوتيوب على جنب منه ماده دسمه وخليه على جنب اليوتيوب له جوه الحاله انا عندي الان منصتين ممتاز انا اكلمك عن منصات تفاعليه منصه تويتر منصه سناب شات منصه تويتر عشان تنجح فيها وتضرب سلطان من بغض النظر على خشمي على خشمي موضوع بسيط نخلصه ونجيك ما عليه اللي موجودين يسدون ابشر بنا يلا ابشر 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 جايين خلاص نروح معاون متسيب يلا بروح بروح ندشنا بجي والله في موضوع معاون متسيب العمده لازم نوقف معه يلا ابشر والله على خشمي يلا سلطان امين يلا
لان والله في موضوع مهم، عرفت كيف؟ يلا يلا تعال جايين لك، كان في قهوه زينه معها حليب ملك ذو ملك، النظاره حقتي جيبها. زود الملك يا قلبي. يلا خليفه، يلا على البركه، على البركه، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يلا يا فهد، يلا يا فهد، يلا يا حبيبي، يلا يلا روح، لا تفتح بطمع وتبدا بطمع، ترى ربي ما بيوفقك. الله يعطيك العافيه، ودي انك قعدت على الاولى يا سلطان. ما شاء الله تبارك والله، فرحنا لك يا سلطان. كافي كافي انت، كافي انت، انت كافي. احسن يا كابتن، روح العمدة ومعاون. يا سلام، هلا والله، يوقف العمدة. وين اللوحة؟ اول شيء شكرا للعمدة، العفو، اشكرك على صفقه، صفقه للعمدة يا رجال. بحكم اني معاون العمدة، اتمنى من المخرج انه يجيب هنا. امسك يا طويل العمر، امسك الله يحييك. انا كنت بكتبها بالانجليزي يا ابو هذال، يا عمدة كنت بكتبها بالانجليزي بس قلت اكتبها بالعربي. كتبت ركن كافي، المفروض اني اكتب كوفي، بس انا حطيتها كافي لان ابغاها شيء تميز في طعم العماده. انت اللي كافي، احد يكتب كافي كذا؟ كافي انت، كافي انا كافي. وش يعني اللون البرتقالي؟ اوكي، اول شيء اليوم من اليوم القهوه مجانا، بيض الله وجهك عشان العمده. انا اتكفل بحساب القهوه ذي. يا ابوي ادعس، يا ابوي ادعس، يا ابوي تستاهلون يا جماعه الخير. وما مهما قدمت ما راح اوفيك. عمده عمده، انت ايش قلت الحين اليوم الحساب؟ اليوم انا اقول الاسبوع ذا كله مجانا بنسبه. بيض الله وجهك، كذا كذا تمام. ايش معنى سلطه نوف؟ ها سلطه نوف، والله انا كتبت عندك سلطان بس اساله فهد. فهد كان في ازبكستان زمان. ايه؟ وليد اعطاكم اسبوع، سم اعطاكم اسبوع مجاني. نعم كفو، بهالمناسبه اسبوع انا اعطيكم اسبوعين. كفو، انت ما عندك فوز مجاكر. الفوز الله اكبر، بهذا قلها بصوتك. طبعا ما عندك شيء مع كفي سلطان. راح تبدع من الان مع كافي سلطان، يجي رياليتي فنان. الله عليك، الله الله الله، ما ذاق الحياه اللي ما عنده رياليتي يمر على سلطان وياخذ رياليتي. مع كافي سلطان ما راح تكون عطشان، ما راح تكون عمسان، يا سلام، ولا راح تكون زعلان، الله، ودائما حتكون فرحان. شكرا سلطان، بالمناسبه الجميله، بهالمناسبة الجميلة وهالافتتاحات اللي حصلت، اتمنى ان شاء الله ان تجي شيلة لحق فهد مطيري. يلا يلا برا، وتكون برا ونبي نعطيها، نعطيها لين. احد مزايا العمدة الجديد ان كان سلطان يعمل هذا خلف الكواليس، فاليوم اظهر سلطان هذا على الرأي العام انه كفيل بكيف الشباب كلهم في المنتدى. يا عيال يلا يلا، اتقي شر الحليب اذا غضب. مخرج لما تشبدك عندي والله ممسيك، نبغانا شيله. يلا يا معاون، يلا انا طالب كطلابه ما ترد. يلا يا ابو، يلا يا ابو، كل الناس تعرفه. يلا ان انت ما قدمت لنا اسبوع مجاني، انت مقدم لنا 50 يوم مجاني. بيض الله وجهك، بس كافي. يلا يا ركان، يا ركان بركنا، نبى تجي شيله الحين لما نلعب عليها. يلا تدشينات يا عيال، يلا يا عيال، يلا يا ابوي شغلها، بالله اني شغلها يا ابوي، شغلها يا ابوي، شغلها وشعللها. ايش رايك في التدشينات اليوم؟ والله ما شاء الله تبارك، بحكم انك معاون العمده، كلمه للعمده. والله يا خير ما فعلت انك افتتحت تدشيناتك بالقهوه. بيض الله وجهك، انت تستاهل. هذا تدري يدل وشو يدل ان العمده له مزاج وكيف الله كل وحريص على مخيخات الشباب. حتى اليوم الجو نسانيس، نسانيس الهواء البارد. كيف تقدم اصلا رياليتي وانت ما انت مروق؟ يلا يا ابوي، يلا يا ابوي، يلا يا شيله، نبي شيله. يلا يا ابوي شغل له، يلا يا ابوي شغل له الشيله يا ابوي. لا يوقف، لا يوقف، لا يوقف، لا يوقف. يلا يا ابوي، يلا يا فهد، يلا يلا، حاول انك تفكر لك فكره تدشين يا فهد تكون غريبه. فهد على فهد قال لي، قال لي فكره تدشين هاي عنده تدشين اليوم بس عيال. تمام شيله وينها؟ صمت. لا لا، طيبين وما طيبين ويسبقونا دائما بطيبهم. نعم لهم ما طيب. نعم ايش طلبت؟ ايش طلبت؟ شيله حماسيه تم بحكم شيله نلعبها على اختيار وعلى مزاج.
الاعداد ما ابقى لي لك لا تم اللي يطن براسه يشغل ما عنده ملا تم وابشروا قدام حلو حلو فكره التشينات طب سم لحظه سمت عمر سلطان العيال لحظه سمت حقيلك حقيلك يا شايشة ايه اشهد انك عز يا عمده يا الفيصل راح اشتكيه ويله استفيد وقت الفاضي انت ولا ما له دخل في الشكاوي في الوقت هذا الليلة بكره غاد يدخل تعال يا ابو عدل تعال يا شرمان ارمح ارمحها على قولتهم ارمحها مو بلازم الربع يا على كم تبغون يا سلام هذا الليلة هذا الليلة عقله ما هو معه اكسجين لا شكل لا لون ولا طعم نفس المويه ترى لازم سبحة والله الشعر لازم سبحة انا ماني بشاعر بس لا لا انت شاعر انت شاعر وانت قده وانت كفو مثل الذي لا يغرك السبحة جرح اخر احيانا اسوأ شيء في الحياة هذه وشو انك تشكي جرحك للشخص اللي كان جارحك لا انك تشكي جرحك ممتاز أسوأ شيء في الحياة هذه وشو؟ إنك تنجرح من الشخص اللي كنت تشتكي له جروحك. ياه. شلة بالله. الآن الآن تجي شلة. إنك تجرح من الشخص اللي كان اللي أنت كنت تشتكي. من زارك طيب وعلومي شلية حياة ما بها أخوة نشامة عليها أقرأ سلامي والتحية سلام ينثنى من طيب لي على اللي ما ترد في خوية خوي لأجل أخوتنا يمحي ولو يرد على حظ المنية وإذا ما كنت في الدنيا مجمل فلا تفسد ترى الدنيا دنيا وإذا ما كنت في الدنيا مجمل فلا تفسد ترى الدنيا دنيا وإذا ما كنت في الدنيا مجمل فلا تفسد ترى الدنيا دنيا سلام ينثنى من طيب نية على اللي ما ترد في خوية خوي لأجل أخوتنا يمحي ولو عاشو شكرا من القلب يلا نرجع الان الان جوي واجوائي الان العب الكسره معك لي تقول جلسه عصريه واعيش والريالتي في جميع انحاء هذا المنتجع ولا اريد احدا منكم ان يتكاسل او يرتخي الريالتي عنده فان له عقابا شديد